والحقيقه كان وكالعاده الحقيقه سفير مصر في الجزائر كانوا موجودين او سفير مصر في الجزائر المستشار رامي المبيض والقنصل المصري محمود مرشد وعدد من المسؤولي السفاره المصريه كانوا حريصين على استقبال بعثه النادي الاهلي برئاسه الاستاذ محمد الجرحي عضو مجلس الاداره. الحقيقه اول ما البعثه وصلت زي ما حضراتكم شايفين هذه صوره لوصول بعثه النادي الاهلي لمطار هواري بومدين. البعثة وصلت على متن طائرة خاصة بعد رحلة استغرقت تقريبا ما بين مصر والجزائر 4 ساعات من منذ إقلاعها من مطار القاهرة، وزي ما حضراتكم شايفين السفير المصري في استقبال هذه في بعثة النادي الأهلي. وكالعادة الحقيقة زي ما حضراتكم شايفين وزي ما دايما بنشوف مع بعض، النادي الأهلي دايما في أي مكان بيبقى موجود فيه بيبقى دايما عندنا المصريين اللي في البلد اللي احنا رايحينها بتبقى مبسوطين، أهلاوية أو غير أهلاوية. الحقيقة الأهلاوية بيبقوا مبسوطين قوي، الغير أهلاوية بيبقوا نص نص، ولكن في النهاية النادي الأهلي دايما بيبقى داخل على بيخلي الناس كلها فرحانة، بيخلي الناس كلها مبسوطة. أتمنى إن شاء الله ده يبقى في الملعب كمان، لأنه اللي أنا سامعه من اللي بيحصل هناك إن الدنيا إن اللعيبة كلها مركزة فقط في هذه المباراة، اللعيبة حاطة في دماغها شيء واحد فقط، كيف نستطيع أن نهزم شبيبة القبائل ونتأهل إلى الدور القادم إن شاء الله في أقرب فرصة.